يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يقرد القول إيسا عزيزا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن ذا الخيار بوي نساء سمكتة ضمانك بلا نساء سمكتة ذا الغريب إن ذا ذي سمكتة بلي خلقت سيد ربنا للعبادة كان مثلا ان تقول حوايج غير انا غادي يدرس قم لا غادي يدرس قم من دون درس قم ويدك ويدك الا الدوله عليا ون ان ذلك كاين اللي درسق لك اللي تاكل الرزق انظر انا عقيب اللي من سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى دي قال الحق اكو انسان دي سمك في البلاد مره كسوينا كل يسد الزمر باش نفع وين تحميض اتي تسمك في البلاد خلقت سيدي ربي للعباده ذاش المهمه غير كسعى الانسان اللي دوني الى قناع فيك شو لا ميسيون الا كسعى الانسان اللي دوني من كل المخلوق ويقاني دي خلق سيدي ربي اما دي العباد اما دي الحيوان اما دي النبات يعني لي بلونت اما دي الجماد يسعى مرة المهمين شكرا بويني تولي تولي مرة يسعى الله ميشون سر وشي فيدي في كاسي دربي دي دولي يسعى المنفعيش ويجمالا دي فغي وينك نعم يفيدي دي في كاسي دربي إذن الإنسان تقول يغد إلعب إدي خلق سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في كثير إنسان يفضلي تغف جميع المخلوقات مرة أو كيف كي يفضلي تسي العقل إذن العقل نوت شو شو نسات نسخدم أنا أتنسخدم أنا عقل ذشو في غدي في كاسي دربي ذشو المهم أنا يغدي في كاسي دربي دي دولي ترى أنش أنسو من بعد أن أن تشكو في الدولين بعد أن مثل دنج كلش كان ذاك مرة الخسارة ما في بلادهم ماذا قلنا يخمد كان غروية يسعى في النية ينس بلين أذي عمر أين يتفكان وذي جي أين يتفكان أذي عمر أين يتفكان وذي ويثدو غروين روين ونتفكان غروين أين يبغو يعيش الإنسان دي دوليث ولا قرار في يجي ويبغوين الشيس ويبغوين الخاميس ويبغوين الدريس ويبغوين الساعي أين كنت في قاعد في الكامل ولكن ماذا قلنا الإنسان اللي النسوس تغافي خرف يخدم الصلاح دي دوليث يعفل سيد ربي الحق يخدم الخير إلى عبادة إلى عبادة يوث مثني سي عبادة أمن سا أنشتغل هجات دعوين أثيوية دي صغل نخاف مدي قار سيد ربي يغيي سيند وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن دول حواج غرامة دوين الرزق صغور صعدة وما الرزق صغور وين إن كيد رزق خطر حقيقة سيد ربي الإنسان إذا رزق يقد وفي السماء رزقه الرزق من صور 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 نقلا حاشي نقدر قدر سيد ربي ما لفتش ما ينتبه تكسر الدين دوني حاشي نقدر قدر سيد ربي ما لفتش ما تكسر ذاك واحد كان تحد كول نجا هذا مثل ما ثروة تحرص أصر سيد ربي حاجة غير كيف سيد ربي الباقي نال الكوش باقي وثية أدي والي سيد ربي الخير سبحانه وتعالى الإنسان الذي خزر المهمين فاشي في ذلك سيد ربي أدي يخدم الصلاح ذي القاعة أدي عبد سيد ربي سيحق من بعد أدي خزر أهل نيسة سلسة غافية خارف خطر انش تقول ولا قال انا نسعود لك الشيك خطر ديلا ذاك ديلا ذاك ديلا جديك ديلا جديك الطرار روح لك انا كنت شو حساب لا فين سعد دي دوني لا لا اين يخدم يون اين يخدم يون اللي تحاسب الناس ذا شو غادي يشوف غادي يعاود غف افريد سيدي ربي ذا الكسب ذا الرزق ديوي وزراء الحلال كل الوقت اللي انت عايش منهم وما ذي حياه وما ذي حرام اين بريكتشن غادي تجيب وتقاري المعنى ولكن سيدي ربي يقدم كي ذا الرزاق إذن ما دين الرزاق إذن سيدي سميس اسم من أسماء الله الحسنى ذا الرزاق خطر إذن سا ويجمل سيدي ربي أريد تسالك كرد يخلق غير الدنيا أفيد يرزق خرد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إن كان وين يجد زرع من نفس مرة غير تلاشي الرزق هذا استدفع الخزين سيدي ربي ما لقي لا يفكدك إكو كان وين يدي يقضي الدنيا يليون إضيف بس ثمسة تنس ويفكي يستد ويرزق فيه ودي القصر داخل الخزين نس حاجه كنادي اكنادي السنقس العبد داخل البحر مي قال في السجن داخل البحر دا شو ميساد فيو اكنيا وكيمانينش وساد شادي نقسل اذن سان ايدي قرن قوي عزيز وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ان اين فغو اين يبغوني دي مراك اين فغو فكا وانت مراك الخزين ودائما دائما شرط ودي عقل الانسان بلا وتي فغري عقلي خطر وشي ستري ونا رزقك مستحيل والف الف مستحيل اين اذا قدر سيدي ربي غتشري يونيز مال داك تيكس اين اذا قدر سيدي ربي غتعيش يونيز مال داك تيكس
اي نيفو اختبرت سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يعذبك شي المخلوق باش شي الملك يزمر لهم ويزمر لهم لو كان ادي لي ذكرى شويه طاهات بلكا تنسى على مازال فقرض غروف سيسي يكسف ولكن سيدي ربي عادي في الجنان كانيس ادي روينك نهيكسنا كن الحاجه اللي ادي فكر دي قنيس الجهه اللي غن حاشا ما نقول لا ما كاين دي خزر ادي غزر ذلك نقول يضو ذانيس نقول لك دي فكا سيدي ربي انت اللي حسديك في شويه سيدي ربي هذيك ديال الحق ندير حق باس التغيير مثلا إذن المهم من سي المهم ما يفعل ديفك سيد ربي سبحانه وتعالى غير دوني إلى قد نعقيب اليوم ذا العبادة ماشي المعنى ما ديش لك الإنسان اللي يعقب اللي هو يخدم على اللي يخدم مثل درس سيد ربي اللي برك روازيان لا سيد ربي يخلق يخلق يفجر يخلق الجوارحنا يخلق بشد الحرج يخلق باش نخدم يخلق باش نستنفع الجوجل انا الرسول صلى الله عليه وسلم كي قارين خير الناس انفعهم خزر كان هذا نسدو في مسيرتنا الرزق خاطر خير الناس أنا وين الخيار ديكنا مرة إذا وين قال فعلنا ثمانيش وين قال كان دني كيلي كان إيماني وإيماني وإيماني ذي مانيس كان يجي شوية ويتفغر الوين العاية والناس ذا الحصرة في الناس ما ذي الدنيا ما ذي الأخر ودي شو ذكر ذي الدنيا وذا وين تصار جود ذي أخر سمسات لنا واحد إذا الخيار ديكنا ذا وين قال فعلنا ثمانيش صنف هذا بوالدي ذي مزوران صنف هذا الدليل الأخامي صنف هذا الجيراني صنف هذا الشرق يتعيشون بالعيبة الصمد بالعيبة والسنبرة خير الناس ينفعهم يقضي الحديث نظا خير الناس من ينتفع به الناس خطر شيمي يقضي في كسيد رب الجوال حنا باش من كل يوم أدي ينفعويض ومريين من كل يوم ينفعويض سوين ناس يتم يحوي جنيغاشين وسوين ناس يتم يحمين وسوين ناس يتم ثقمات سيجار مدن ومن بعد سيد ربي سبحانه وتعالى المقصود دين سنسا أدي لي ثقمات سيجار العبادات خطر القاعة نضي القاعة ينس ويحوج له ويسفسد من بخيص وين يسفسد سيسفسد ماليش الدماغ أي لا الشيء الغير أنك أصبح تسفسد سيد ربي سبحانه وتعالى أكني يسفسد ليس يسفسد ينقض من أخذ أموال الناس ليؤديها أداه الله ومن أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله إذا الإنسان أنا عقيب الله ماذا قلت لك شيني تنفع ذي غشيم ألني كتسويه دائما دي العبادة أتنفع باش سيدة بكي دي نفع سيدة بغي دي السكر لسقنين كتقول ذي الجوار حنينك يدي فكك يتحرك كما يتمثل وما دني من العبادة العبادة أنا عقيب الله فرق في سنة ثلاثة إن مقارنة العبادة الشعائرية وثلاثة إن مقارنة العبادة التعاملية العبادة الشعائرية فظلية الزكاة الصوم للحج وجدين لن بالحق قرغة سيد ربي أثناء فتس الحق أنت شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلم خدم لنا شريك يقنع في دين ونسخ من الشريك ونسنسال لنا سيد ربي سبحانه وتعالى ونخدم لنا ونصل ونزوم ونزكي ونحج ونشتق مرة من الشعائر من دين ذين لن قرغة سيد ربي وفكي أختي سيد ربي الشعائر من دين باش في دين مهتي ذا مهتي ما في دين مهتي إقرد وأقم الصلاة لذكري باش في دين ذكر باش في دين مهتي باش ذا ثنوان وذبوش كان ثنوان أما ذي الصلاه أما ذي الزكاة أما ذي الصوم أما ذي الحج ذي الذكر مرة ذي بكثير ما تدري بكثير الخوف أثنوذ ذي العبادة خطر ماشي واحد كي تعيش ذي الدنيا باش تقرن كي كان خاطو ويمشي ذي لك ندخل ذاك الخير الغير ليش أثف ذا الزكاة زكا مري ما دي قبل الروح ما دي وذي قبل الروح نيك أكثر وإلا كنت تشركني وعبودي إلا كنت خمبكن إلا غير ليش أثف ذا الزكاة ولا إلا كنت تشركني وعبودي إذن العبادة ذي قنس العبادة التعاملية العبادة الشعائرية ذي لن يرى سيد ربي والعبادة التعاملية ذي لن يرى ذي عباد وسيد ربي سبحانه وتعالى في إخ مسا زال العبادة التعاملية العبادة هي إلا يرك ذي وثمثنك يا عباد يقرض رسول صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة ماشي ممكن شيء تصلى تصلى تزكي بعد تصوم تصوم تحج تصوم بالاكثر نوض النوافل مرة تقول اشتقي ولكن شيء اللي بيان داخل المجتمع تصلى هذا يوم يوم نستخدم دار اين الهم قسمي ديكار قسمي يدي افكار بيثاز مثلا يدي افكار بشي العمل تعاون ديون العمل تخدم ذا الخيرية والنظام بلكي هذا البوازون داخل المجتمع العباد دنيا هو كثير في عارة مرة وكثير في عارة خطر الدين المعاملة يحمي سيد ربي وينك نفعني عبادي يقرض غروة يحقي ونك وغروة يحق العبادي كما يتمثل إذا الدين العبادة العبادة الشائرة ذين لن يرى سيد ربي والعبادة التعاملية ذين لن يرى ذي عباد وذين العصريين تعيش نكونين يتمثل لقنا عقية كما دنو كذا غفية ودن قرار كان بلك الذهب ذي بلد الإسلامية تقرر حشي ذي رحم سيد ربي وسنخذي مالا مزال العبادة التعاملية أنا في الجوا مع شور من مرة أو كل ما تقول تنتظر لك بذان ولكن ما نخزر أسف الجسد نردوه يتمرن ولكنه لو النغم فارقا
صف هذا المادي فغل عبد تصلي ثم كيقرب بعد العشاء افعل ما تشاء مثلا بعد نفوق تصلي خذ مكان كيجود يقول العبد البعيد غنجر بيجي منين راه الشوان يخدمك نيم واش تنموثي في عارف كما يتمثل باش انو كذب اليوم اقياك ديال العباده راه كما راك راه حشمه اللي قلنا تصرف ديال شي تصرف وما داك اللي كتشي تبع هذا بريد سيدي ربي ارض شي كتي حسب سيدي ربي ديال العباده كما يتمثل شوان شتاقين إسيام أنا إسيام أنا نظر بليم يتسالى سيد ربي سبحانه وتعالى الحق أثناء عبدي قرص الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إنس ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إنس الرسول صلى الله عليه وسلم إنس معاد بن جبل رضي الله عنه إنس الله ورسوله أعلم إنس سيد ربي ذن فينس كان يقويا وزمانا در الجوبة اللوز انت مسلم إذا قد أدسين دشون يدقار وشبيح ننفين صلى الله عليه وسلم إنس يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إن عبدوا لحق سيد ربي سبحانه وتعالى فلنا أثنى عبده سنخدم لنا شريه أثنى ثبع أما دي العباد الشعائرية بينك انتصال دي الزكاة للصوم دي الحج أثنى عبده ثيد المكتب واثنى عبده يدي الحق لن يرغ بالعبادة من كنين أمي أدخل الدينيك مرة نوقف قرض الوالدينيك أمي كان يقبل سيد ربي اشتاقيا سيد الوالدين دو سيد ربي وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إياه وبالوالدين إحسانا أم كان تعرض سيد ربي تخمض أكوين لاند الحق قالك سيد ربي ما تزالي الزكاة الصوم ذي الحج مران أصف ذي الجارك أهف بلك يرفض يقشي سفعل جليك فعل جليك إيش دلقى ما فعل جليك بلك هذا حش ربي يعمل مش حشي ينسينا في ثم دينك أجد دنيا بقى فعل جليك عند أي وقت دينك عند ثوض العبادينك كيف مثلا اذا ما نعبد سيدي ربي الخم الحق الى نكرا يدس ونخدم الحق الى رغد العباد كيف وكان اذا الحق اكسان سيدي ربي في لنا انيس ولكن الحق اسعى للعباد العباد في اليوم يخدم سيدي ربي الحق الى العباد في لا سنسا وغيتع تشيفر من عبد من عبد وغيتع تشيفر من غير عبد ما ديك لا غادي نكون نفتيش نخدم اين الى نكرا يدس ونخدم الى اين الى رغد العباد إلا قد نوكل دائما في تمثيل تجيه مثلا يقتل إلا قد دائما أشد أن يرى في الإسلام أدل أنوي المسلم ودينا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من يصلي المسلم من يزكي المسلم المسلم من يصوم المسلم من يحج ويعتمر ماشي الوجيد قد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إن سيمن ذوي جسيمن إن سيمن ذجميس أبو الفسيس وفي رواية الرسول صلى الله عليه وسلم قدنا إن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده معناه مش عاش نسيم ذا يهودي ذا نصراني ذا مجوسي غتني يبغوا يلي الدين كامل ولكن كشدين نسيم ذا قمض الرحمة للإسلام أتسخ حاشين العين أرى يوم أما ذا نسيم أما غير أما ذا العبد لنا غير نسيم أرى حاشا ذا قير سيكب ذا فسيك حاشا خيرات يوم أهترى من غير من غير ميزاني شبان وديا أم كردنا في منا الكامية مثل إذن أنا أقيد بلي نصير ربي من الخالق سبحانه وتعالى بذلك لأن تقام سلحق إلا أن يرغي ذس سلحق إلا أن يرغ ذي العباد ينس وغيت عاد شفاره وما يمد إميز دينا ما حق العباد على الله الحق يسعى العباد ينس وثنيت عاد شفاره ماذا قلنا عبد وغيت عاد شفاره ماذا قلنا عبديت ماذا قلنا نفكر الحق إلا أن يرغ سيد ربي نفكر الحق إلا أن يرغ ذي العباد ينس سيد ربي وغيت عاد شفاره وإذا حمل الله يحمل كيف مثلا خطا الجالثي ديال والنا يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم يند السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يند الحديث القدسي يند ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه من جالثي دخل الخطر ديال خطرنا من كل ما نخدم كنا انخزر ماذا قلنا زراجه راه ديالنا غدير بري راه ديالنا نقاد نشتكي ديال خطرنا اين كنا افريغ في الله سيدي ربي هذا شنو واخا الجاري هذا استويض والسكر هذا راه دوني في الجار انك ينيك الجار الجار ماشي للخير ذا الخير اللي غنستخدم ذاك اللي يكسع على زي ولكن الصبر الصبر ديال دايز كاين اذا انا عقيب اللي نسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى بهذاك اللي اذا كنا نفك الحق الى اللي راه غيدس ذا الحق الى اللي راه ذا العباد ينس سيد ربي ماذا رحمه يقد ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه صاد كان سبحان الخالق ويند فإذا أحببته ماذا قال أحميض كنت سمعه الذي يسمع به كنت بصره الذي يبصر به كنت يده التي يبطش بها كنت رجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن أعاذني لأعيدنه إند ماذا قال أحميض يا عبديو إند يسيني سريسل حشين العيار صمم أي النظام مرغب
وديس عدينا الزين ولي وذنق بيارو بزوغ كذا سليسا السيد ربي سات سوية وزمان تدر ستولي غافي حرام إظهر لي كل جن مستحيل وألف ألف مستحيل هذا ويت ما بيس غلغ أنا مفريد أنه الخمارة أنا مفريد البعيد الوين يغالي صورة السيد ربي يفسليس مستحيل باش أدخل من حجن حجن ديري حشين نعي نار خنا أيني موسى أظهري حشنا الويني حب لك حب بربارك يوين يفسلي حشنا أيني حب سيد ربي خر من أين تنور در صلاح أين تنور دي فاركا أين تنور دي خير كان قوين دان أكو أين فرنس الجوال حيك مرة أكو حش الخير ليدين أريد إن دماغي لان يضر فيد هيرا إلا تحشا فيك شيء غاز تلفك إن دماغي لان يوجد هيرا إن دماغي فيد إن تحشا أو خرى لستو خرى أرجع يا ربي دي مؤمن إن شاء الله يا مجرم إذن أنا أقيد ما نخشو ما أدخل من درجة المستوى غير أحمي سيد ربي أي مثلا غجع يا ربي ديكسن أثنى نربح نفاذ ماذا قلت لذلك نكون يعني فكان الحق لسيد ربي نرنم الحق إيه راضي إيه راضي عيفاد من كل هنا دي تسقوى ربي دقائد مش تسقوى ربي ديك تسقوى ربي ديك وانا عفاد سيد ربي سيد حق سيد خدمة أشري أنك شم دي ديوث المرتبة يا حمي سيد ربي وما حمي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أذغ يسرس ذخين القلوب أن الخلق ذا حميني أي فذا تحمين أنا وجه حمين أنا وجه ما الذي كره الذي كره وين يخدم لنا العين وين يسعى وين نكون شرعي جنا ترى لو يجي ما الذي كره حشوني وين إلا يسعى الخبل ذخين عقيش ويش ما الذي فيك خلي عادي كون يسعى يعقل وين يخدم لنا يصيح حمين تكون مدن كامل يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم إن أدين ده سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ما فيها فذقهم أدين ده سبع سماوات سيني يا جبريل فلان حميض حميد جبريل عليه السلام يغير يعني ماذا في حميد يندم بعد ينتقد السبع سماوات هذه ينتقد مرة نقوى الملائكة أشين السيد ربي غير حمي فيان أشين حميث وذو غير الملائكة مرة الحمين الحمين فافيس وزد السيد ربي المحبة في قلوب الخلق كرب وين كيزر أنا ذاك حمي ما ذا شطوحك حمي ذا قارك حمي وين كيزر ما استوال نمبافيس فلان فلان حاشا اشك شمل الاخ يقويس كحم اشحال لي ولاد ما قرد قبريت اتخزر هذا الاستوى اللي كسن زوارات حمي هذيك شمل الاخ يقويك قضايا خطر انك شي ماهم في وجوهين طويض غروين ميس اتخزر هذيك شمل الاخ يقويك يقرد سيدي ربي سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سعى الايمان ويخدم العمل الصالح كدنو درجة سيجعل لهم الرحمن ودا أزن دي فكسي ربي سبحانه وتعالى يثل محبة قلوب الخلق أما كان استفكار إن في موسى عليه السلام يخلط سيدي ربي سبحانه وتعالى اذقوا يا عزيزني قد ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين ألقيت فكرة كيوث المحبة وين كيزرانا ذاك حمي وين كيزرانا ذاك حمي أكيستيف كان سيدنا موسى أكيستيف كان إن في محمد صلى الله عليه وسلم كان غير مثلا إذن ما يحمي يكسد ربي الخالق سبحانه وتعالى أنه كيف أذي الدفاع فلاش المحبة أنك يحمي يكن أكيد الدفاع فلاش لكن سيدي قرر قويس إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الشيء نعى عبد مؤمن كان يوم القيامة كيد كسر بالحجاب هذه ما قي أسمع قيد أشحال إن المضرات في أخرى أشحال العباد جن ديد دون غفور فشخ من المضر أنا أخرى كثر أسر ديها من أفلح وجهنا تيم شطح إذا عندك الزخي الخطر إليك ما زال ديك شطح فضل سيد ربي خطر سيد ربي يتشويل غيني قعداني يتشويل غيني لان ويتشويل غيني ديك دون ويتشويل الغايب ماشي بقوم كاني كان يتشويل مرة وكثو طفت المخلوق دي في مسل البحر يتشويل ثو طفت بركات تفزرنا بركات دي قرن طيام يتشويل سيد ربي إذن كشينا والزردار المضر غيني ديك دون أرغورك سيد ربك سي قرع خطر شي تعفضت سي حق يحميك هذيك إذا دركنا غير غورك سيد ربي سبحانه وتعالى أذي الدفاع في ذلك خطر إحميك يقرد وين رينا وينك نحميها إن دي الدكلاري يجير صار كيف مثلا يقرد من آذاني وليا فقد آذنته بالحرب إن دي وين رينا يذو منك نحميها كده يضبو ضيفي إن دي الدكلاري يجير وين الدكلاري يجير سيد ربي دي الحي يجيراني بحاس اسمها تصبح هذا الجير دخله صار الروحي كارب وسليمة النفس بدي سعدين هاروز الشفرة اللي تصب ونتسيم ما يختل تسوي تصب شحال هذا الشفرة شو تسوي تسيرة شحال هذا ذو هدرة شحال هذا لكن شحال هذا التفض ويتحرك كذا فوسيش ده شو يتحرك كذا إنه فوسني ناية نعم إني حرك ذين كنا نتحرك كذا خطر يوم رفيد إني يحبس ونكتشف على هذه التفاصيل العلمية غزال شو لا ميتسين كذا لا خطر نيجي لا ميتسين ودي فكان العلم العالم
سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى شتيني لما على منين لما على منين سبش طحو لكن لما على منين سبخرا مازدي فيك أن نظر أتفضى فوسي سيغيا أمو غزون وزي مالك حالي ماني حالي متحرك ذرا ما تشينيش إذن ما تشينيش يون كان إغديت إكس الحين دوني ثقان يتمثل ماشي سي أنا كم إذن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى قرض من آذان ولي فقد آذنته بالحق ونين نين وينك نحمي غدنا إلا دي الدكلاري القرار شوية اخدم سيدي ربي سبحانه وتعالى ولكن تحميك ما يحميك سيدي ربي تصوت الغار درجة هي كيحميك كيف كربي الحكمة شحال عبادي تيوغن تقير سوي نسوي شنو وزن ما تهضر وزن ما يموت الدمرة وزن ما تشوف انا مسلي العين وزن ما تشوف انا مسلي الدين وزن من الهول وقت قاعد تهضر من الهول وقت قاعد تهضر وزن شنو ننفع يسعم مسلي المغرة شحال يقعدون يلسيس شحال يكفو كيلسيس اشحال ماشي دين يلس الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد الناس الناس اللي معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه يمثل استقصان الناس هل وهل يحاسبون الله حاسب سيدي ربي سبحانه وتعالى فين فين هذا هل نحاسب بما نقول ان استكلتك امك يا معاذ هل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إن استدشون أريو ثن العذر جهنم مما يخطن لكن كن ديث فغن بجيسي ولكن سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ماذا قد يحبيك أكيف كن حكمة أكيف كن سلية زيدة أكيف كن فصحة أكيف كن أندد السفوغ أمكان نغ المنبع نغ السورس نغ يدي تسفوغ مسلي للسورس تزدقات للسورس العلم للسورس تموس نغ مد نظوية دي معنا مد نظوية دي زرع الخير دي زرع المحبة دي زرع ثاقي ما سيقال بدل ما شيد فرق فرق ولكن دي الخير يزرع قلب سحاف يصد سمت أمس ليش سمت سبحان الله تقيد الحكمة الحكمة أيات مثلا انا قل يزرب باسم ما دي هضر يزرب باسم مد هضر يزرنا مسلي عند قبلتي دي السفره يزرنا وين اذا قبلتي ديالي يزرنا وانا وانا في السفره في السفره خاطر الحكمه اللي فاهمها هي العلم العلم اكو دي فاهمها ماشي كيف كيف سبحان سيدي ربي عزيز سبحانه وتعالى كيف كان العلم ايش راه يكسسني فاهمه ولكن لا لا هذا مو يفكر العلم يفكر سيدي ربي يفكر سيدي ربي يفهمه كيف مثلا خاطر الا فرق جالس قرد قويس عزيزا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما يفكيس الحكمة أكد العلم ما نبش نظر باليوم إلا الخلاف جالس ميفكيك سيدة ربيان العلم وكيف كان الحكمة سابلش كيف كان ولكن ميفكيك الحكمة خطر الحكمة يجب صغر سيدة ربي كانت صرح وزي مرضات سيدة ويدي لكوي العلم مني غاد غرضك ندي لكوي أكي سكن سيدة ربيان ما تغرض في الكوري ما تغرض في الجسل الجسل أما سبحان الله زمان صغرنا في السلام دو تسخمي مضارة فين دخل يكون آدم لعب ذم زواره مرة وفي ناس إليان إلا أكي السيوض العلم منك أصلا القرية ونزمالان السيوض نظر بشي لنا دخل السلام إيه وين دخل قن لعب ذم زواره وين دخل قن السيقين تسي دقيقة تسي دقيقة إذا ما كي السيوض العلم منك هاتي السيوض سيد ربي سبحانه وتعالى سيد ربي ذينا أدي فرحي السيك فإنساك دفكين حكمة به أقدس ذوك من بعد العلم إني العلم اللي سعي لكن أقدينا الحكمة الرأس ذينا أكتوغلت مع عشتك تصيبت أي سافر خلال الدنيا سافر بحد الدنيا سافر بحد يخ كيف مثلا يقرد ففهمناها سليمان كده قرد سيد ربي القويس القويس عزيزا كيف مثلا العبد يسعان الحكمة يميك في كسيد ربي يفهمه ويسعد شو الخوفة ليسا خطر يعبد لنا أسير رزق سيد ربي بثم وسنين يسعيش مقال عيوفيس خطر دي العصر ناس ما قال العيون من دم العيون نوع من شوية لا الناس شوية خزر كان ما توهيض إيون أتوهيض شيء ونوضاد ولكن في ثاني ذو ذان غرورك أمورك شوية الواحد إلى نظر العبد شوية نكاية شيء ونوضاد كيف أنت شوية مثل ذو ذات شوية دارورنا أخطر سيد ربي طبعا الأفوس العبد دقيق سيد ربي أدي قر غور كذا تشمع قيض غد زد أروينا كني نزد ما قي غرور كذا مزوال وما قلت تسمى قيد غارو ما قلت كشتين موت شوية غارة العيوب من الدير ماشي العيوب من الدير غارة تسمى قيد سيدة ربك دير العيوب كم يمرين أثنى تسرق اليوم كل يوم في حاجة كان كيف يغلط أكشي دي سكينة من المرين أتسرق اليوم ولكن أتسرق ولكن ما قلت كشتين هذا العبد تسمى قيد العيوب من الدير غارة تسمى الناس دائما تشفط على العيوب من الدير أتفتش باش دي زار أشو العيب ليس عبا فيس باش تسوف غادة أدي يفضح بابيس فيس البعيد غنجر بين جيمونين أسيق مش ربينا لنا في العيوب فيس أدي غالة ديالكم تسمى لكم ثريالكم اليوم البعيد عن جربي جي من ولد قرر ضرب ذي عبدنا شو قال الشكل المخلوق ذي الدنيا ذي وقال ذي كرر ولد الهوى ماذا تكره سبحان الله كيف مثلا إذا الحكمة ارتصاص قربي جميعا نيت مثلا صغور سيد ربي يتصرعه يقرد يو اتي الحكمة من يشاء الحكمة يلد كذا نسيت يتسكن يولي جحني
كان عقيقة ماشي الحجز مرات داود إلا كنت سيدنا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلى أول الألباب يدون ما يذكر إلا ما يفكس ربي الحكمة يفكيس الخير يفكيس الخير دام قرحان سبحان الله نحن يكسد ربي بحال سبحانه وتعالى يكشم الدرجة إلى غحي من سيد ربي نفكر الحق أين الحقوق أين إلا نقرأ غيدس وين إلا نقرأ العباد نتعسى إيمانا نسوى سيد ربي دي عبادس أخي كيف كان الفراسة الفراسة مثلا السوية سنور سيد ربي سيد سوية خطر بلك تسمع قيمة كثيرة الحوايج أكيد إلى العبد ذي تسمع قلبي سلي تصلصان إلى العبد ذي تسمع قلبي يسرون خطر يسوي الفير الفير دشون إلا الفير يشوال السر داخل يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله إن الدين المؤمن ماشي سنور سنسيسك سوى سنور سيدة ربسيك سوى ما تسوير يفتيك ربسيك الفراسة أتزر بالحق ذي الفترة تويه أين الهند وين الهند وين الهند وين الجلد دي سفلامي يطيج أهدي في قلسي ذا ربنا أفريد تبعاد باش أسأل بحد ذلك أسأل بحد ذلك أخار ذلك وذي يحفظ لنا أمينك نيكي هناك ذكر انتيام ويزال لنا أفريد قاقية مثلا إذا سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى وإن لي فك يفك الفرسة أزدي فك العلم صغوص قوى علمناه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما من لدنا علما وكما قال العلم اللدني ذي العلم إلا صغور صوز مرات داود لكم صغور أهذا الدين الذي في حاجة إجمال الحالة هذا تسلسل أهذا بالك ماذا قال استحاكة تسلسل لكن يوم معصوب جهرا ولكن الزغيوية والسنة تسلسل ولكن دي سيولي يقتضوا ولا هو وين ندني ذاك خطرك السيبة هذه سوية ماشي سيقى ربي سوية كان الوكيد مقال العلم الندني ما يحملك سيد ربي دي العلمي سيدك إيمان سبحان الله كم أكيفك سيد ربي سبحانه وتعالى ما يحملك دي فكرة القناعة فطر ديك شوفوني عقية القناعة ذي القناعة القناعة ماذا قلنا لعب دي فكي أرسق سيد ربي القناعة هذه يربح الدنيا هذه يربح يخذ قطر أعبو ذي شوفوا أروين أروين لها يقدر رسول صلى الله عليه وسلم إن قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما قال بما آته إن يربح يفات وينك نغي كتبا إيه الشهد لا إله إلا محمد رسول الله إن رزقك تسدى بفكيز كان إلا في كفول إن بفكيز دل قنعا وينك نزدي فكيك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعو أشق الله مرزقني ناصد أربار سقيد وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه انا سيد ربي رزقي فقديد القناعه بغينا لي درسق ان تقنع ضيس ولك نسيد نسيد وكني يجي تفكر ان تفرك ضيس ديس خسر كان اكيد يرزق شويه نظاطس ولكن من بعد سيد ربي سبحانه وتعالى قد في القناعه ديال اصل خطر بينك اللي تحمي هذاك يحميني قد في لي قد في مفكي شويه الحمد لله مفكي بطس الحمد لله ويدي في البركه شويه اللي فيك يفكر السيد ربي ما يبارك يقطع قيد باليوم يقطع قيد باليوم باليوم يحميك سبحان الله كيف مثلا شحال العباد اللي تعيش نص الجرنه انت مش تطوح ثلاثة جرنه كان كيدير الصالير الصالير مينيموم ولكن شان اسوا ارسان تهنا كنت يقيح ولكن لا نويض نظن وزمان السفاري حساب السفاري حساب وين سعان وتجنب ملا تعيش واحد يونا واحد يونا ماشي دينا كيف يفعلوا كذا إن سلادي غافل كاش يسارة تصور في غاية إن دشول كاش يسارة تصور أنشت إنك وتخدم المرة أكل في الماضي دير سيطس ويمشي يمشي على دير سيطس سنقص دي دولي سنقص سنقص دي دولي أخذ شوطة يا خاطئ سنقص دي دولي كم كيف مثلا إن أنا أقول تجد اسمي كيف يبيس بالليم ذا شافة وذيدي سن ذا شافة وذيدي ندي ونخدمك هي تذكر بس يا خير ينادي ملك شمع اللوزين السباح ينادي لي يوم معلم المادي والله تسوي درر قد عدين ولا مش البركة تزورن بعد بسنة جوار دم جوار ينادي ونواز بسنة أربعة ميت شمال ينادي أغرين كل أغرين في السنة سنة قدامين سنة سلاء آخر كانت تتساوين ينادي أنت قد يوم ديقنا ينادي الناس ينادي الناس شمك الناس السقاط أنا الزايد شوية ينادي سبب اثنان ليت شوية مكني صاحب السباح الجاية غير روح كلا يسامر في كل روحه
أي القناعة فاحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بإجماعها هذا راح منها بدون القطن والكلام. كل بويني شعب ندمق كوكوكوكوتي ديش كمين وذوقين والبعيد عن جوابي جيموني المالي اللي ينفافيش يخدم مالا يخار في نس ذوقكو إذا خسر مقرحان وقيم لحصرة مقرحة إذا تسمقر بوين دي جغل فير ماشي ديني فرون وغزاتو ليه جارة تسجد لحصرة مقرحة. كيف مثلا الانسان باش انسع القناعه وين يغدي في غسيل ربي في فالتا اما كني قدعون في صلى الله عليه وسلم ان غسيل ربي هو الطريق يقلب لو النغى في الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. انسان قال ثبت قلبي على دينك. اذا ان دعا سيدي ربي باش يدي ثبت سيدي ربي هذه ثبت وي ولا غا في الدين وتساوى الدنيا خطر يوم يتساوى بين الدنيا حاشا العمل الناس العارف العمل ماذا قال اخواني كما مثلا باش غادي يفك سيدي ربي سبحانه وتعالى البركه الى قال افنضوع تصل العباد تصل غادي تعقل كينين تضيق مع عشرين وكينين كذا وكذا غادي تعقل تعقل واه سبحان الله في خضيره بريد سيدي ربي تفضل مع ربي اللي غادي يؤدي شرقيه طيجه ذي الحاله يفلم ويمشي راه اذا سيدي الرزاق سيدي القوات المتين سيدي القوي اذا الى انظر سيدي ربي انفلع افريديس انا عايش دي حياي كربوني تعيش دي حرام محالة تسيرك مع عشرين تسديدات ولكن مستحيل وألف ألف مستحيل للعبد يتعيش من دي حياي أتطف الدنيا خطرة كي يصار سيدي ربي تسالي الجوة فيك تزار من دمي الهرة من الدينار إلا الحرام هذا توخر لكن تشتشي ذرا ورويه وتسكر ذرا خطرة كسومي دي من دي الحرام يكتمل الجنة يقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت ويبشكم يديك من دير حرم ولا لا يخشم عليك جنة يعني أنت ما قيم أنه أعترى نخب نمين هناك المرة ودي الدريك على الحرم الزدخيس أعترى ذين جنوب ويكن ستيدينا أعترى خطر أي نوت سيصدر بس قرار يغيي داري ربي ويسعى يسعى لديش كرق وين نوت سيصدر كرق وين نوت لاري لك يقص عقير بالليم الغير ينشي وكرق وين الغير ينشي دقوية مرة تخلصه شي قرن نفسي بعد حاجه خاص وتخلص لا دي دوبي تخلص الديغرام شغل يدير المفلس فيس ادي فان روح ديوي حقي صغرك كاينه. اذا سيدي ربي سبحانه وتعالى يتسكد يتسكد البركه ايوا انك ايوا ذاك يثير عليك يقاد ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا من سعى الايمان نتقوا ربي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض أنت تحصل لو أنت تحصل فركة جينة وأنت تحصل فركة فركة ديقة إذا يقنش دائما غير رصيد ربي بشرة تيسر في لنا يقنع قيقة ونسأل لك الجهينة الجهينة نسأل المسؤولية في غيرنا أنا قبلي لا سيد ربي تشغل دقيقة نسأل فرصة رصدنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم من غير من نغلر نقعد من غير سيد ربي سيد ربي حشقة قاعدة دي قاعدة دي قاعدة غربنا محمي سيد ربي هذه يسر الأمور كربوين كغاث النار مرض وضعف ثبور تسليم يقرد قويس سبحانه وتعالى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قدو وين لا يضعا وين لا يوذن وين لا يتبع نفريديم إن دا استكر دائما ثبور ديالا دي فغو تسجغالا دي الهموت تسجغالا دي الغم إن دي الله في الدرس قرد وين دامو يذنر يقرد ذي الله ينظر ومن يتقي الله يجعل له من أمره يوصر إن دا وين لا يكتب على نفريديم ويتسكو ديا يقاري ازدخي قويسي إلا إن دائما استيسير الأمور مكخ ما كثبور تسليم يعني حشين العيون حشين العار أي لكنهم أولي هلكنهم وكنت سجرت عدد السنة كي كون لها في البرد إنهم يقاتل بحضر كم دولتي يقاتل بحضر يخل يعني دي فرد سيد ربيم لها مذل غم في لك مرة اكدي فك سيد ربيم لها نغر دخي قوي ناقي تثغي ثغي في ثمرة مثل لعبدون سعري هنا أي نفغي سعيد الدولي ثمرة ماشي الدولي لكن ماذا قلت سعيد هنا دخي قوي موت سعيد على مرة قيك سعيد كلش ها خطر ما يزال سيدي ربي بلي نسيك زدغنوي ايدي في كيان يقال هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين دخل يقول لعبد المؤمن دخل يقول يسعى الايمان يتكل سيدي ربي هنا يعني غلغ سبحان الله يقال قويس لله ينظر فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم الى تزرد شبيلا دخل يقول ولسنه في كغزل ديالنا قد الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله انا بذكر الله تطمئن القلوب ان ماذا لا مخطا حاش الذكر سيدي ربي حاش استود ذات غير سيدي ربي ماشي بزمان هذه تهني خطري الى مولاش ما يخطا غير سيدي ربي تسمى له هنا ماشي دفر ندان لا حاش هذه فين تتسفر سبحان الله اجد فيك سيدي ربي الرضا ما تصرضوش
أتصابط شوية نحن إيه يبغوا يخدمك في سيدربي سبحانه وتعالى أتصابط سافير بليد ولكن يتحميد ولكن يحمي يدخل منك هنا ذي النفعي كلا دستمسل تجاه يقال صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وينادي ندى الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إن جمر المؤمن مرة الخير ما يصبت وين العالي قد يحمد ربتي شكر سوى ديني لها ما يصبت وين النظر قد يحمد سيد ربي واستير سيد ربي ديني لها كان أي مثلا سيد ربي أسيفك أسيفك إمي الرضا أبي يرضو أف كلش ويسعى لي خوف إذا غيبو إذا العصرنا نسمى قال الخوف ينغير الخوف يقنع فيك تسوى ذا المغاشي ينادي يون يناد يسعى مشي ذا ينفرون يكسع الكيد يعني كانت سعين كان بكل صراحة ينادي نعدد ذي الطيق نعدد ذي راز ينادي دس حنساء درازة القرآن ينادي سكيت لغاية ثوات مي رازنا يغادي فضغ يقول دائما الرزبة بيس غاسي ساعة غانش ربين جي مومن إذن الخوف ما يتسوى ذي ونياز أقياك دخل الله زي ثلاث ما يتسوى ذي ونياهي كثان دخل الله يكي إقلا شحال العباد تسوى ذي نياهي ذي الخوف ليس يسنسكش من نياهي الميكا روح نسنسين كيف مثل ولكن وينيس عايش نغسل الله سبحانه وتعالى وليس على الخوف سبحان الله كيف مثل أنا عقيب اليوم سيد ربي مش بيح سبحانه وتعالى في كي يرسل تبورة يتبور في يدنك شمغة ماشي الحاجة تقول سيفغي غصبا قدروا الغارة فولونتير مو ويسن سيد ربي بيس فولونتير مو خط إذا نتسغ ديف كان دي تبورت انك شمد انك شمد نتسغ ديس كشمد دي تبورت وإذا نتسغ يسوف عن دي تبورت النظر ويقول سي كارك ويس وقد الرأي نتسغ الصغر سبحانه وتعالى ولكن يرسل تبورة يجي قيك حر إثلغ والحرية يجي مقيدة مخيص ورسي درنا لا رحر من 100% كامل ولكن إفكاد سيني بعدين قد الله هديناه والنجدين ماجل قدسل على أبريد من الرحمن أثبع أبريد من الرحمن ماجل قدسل على أبريد من الشيطان أثبع أبريد من الشيطان هذا بعض ربف أبريد من الشيطان قال جاء ربي قلت كتب عن أبريد من الرحمن كيف مثل خطر يقونية غير قناع قل دائما وأبدا يقونية يقول يا روحا روحا شربا حارا روحين يبغوك كيف الدنيا يبغوك كيف العمر نقض الرسول صلى الله عليه وسلم ينش جبريل عيش ما شئت فإنك ميت وحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به يند عيشين كي أجفنوا القرار سمثال يزدقار ينس حملون كي أجفنوا القرار تفاقض ينس حملين كي أجفنوا القرار كي جزي ربي في الناس كيف مثلا يقدائي من الجال أن يأذن الجال نشتكي داخل الخاطرنا السجن وخاصة دلالة صلاش قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لا تقوم الساعة حتى تكثر موت الفجأة موت الفجأة أي مثل لمر سبيتي ما قرن موت الفجأة سجد تسأل سلام ديوان تقيب قالوا إذا تخزر تفضي غيموت أين إلا دلالة صرنا مشي ذي فرون خطر إقاء إذا شفرق بعد نويان ولا الموت غف من هذا إذا قد قال أدي أدن قال أشتغز داخل خطرنا من كرد الصباح ويسن ماذا ثمديل من كرد ثمديل ويسن ماذا غدي في الصباح أنس حشري منا يقرغ بالوالدين النار يقرغ الدريا النار كخام النار يقرغ الجيران النار يقرغ العفاد الشرعي ينتعيش إن أنا حتسبي منا ماذا قلنا انظر لنا مدي شوف من شوف غرب سليين ديريا من مقليون من ديريا أبن مقيم من ديريا وصل شاك دوين نظرانيا إذ مقيدك نيا ثو تطلع ذخي يقول سسا ميتو الدار ذخي يقول غسل صهدير ضرب أنت حسبي منا يقرأ سيد ربي أنا يجي منا خطر أن تصير دينا بواليس يقرد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى شما قرد وتزودوا معناها وثعوين هكي ثعوين وما دينا ما سنة ديونا هكي عوين سيكي يقولي تصفى يقولي ذو فواياج كيد كان غيث مثل ولاش أعوين وزمرنا تسقم الدخول بخام السنة كذا هكي غاوين كش تسقم بخام موحد يتراجوك الروحة تشفوه مادنا هذا جغاء وين معناه فتصعيدا بوايا جادة خضر وسيد ربي قادوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أي خطر مشيد شحال عبادي قفنا دون قصور قفنا دون خامر قفنا كي نوخ بها يعقل دون كيتين للي يروح خلاص وإذا دوني بسن أنا نتبع إذن أنا ما قيب اليوم يقاد قويس واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله عاست منون في السنفاد وغيم غرغر واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ونستقيم الى قليل القرقر ولنا اثيد نسلس الزات ولنا من كل يوم اثيد يسلس الزات البيرونس من كل يوم اثيد يسلس نيو قرويس من كل يوم اثيد يسلس الزات اذي عقب لهم اسن افلان كتير الى دخل كارون داري واسم كارون داري ما يدد ثورة نغض بويض نغض البرشة حشر بقعينة
كيف مثلا رجاء يا رب من المؤمنين إن شاء الله، رجاء يا رب من المؤمنين حق الإيمان، رجاء يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.